ورجعنا نتواصل معاكم مشاهدينا الكرام في برنامج صباح الخير يا كويت. مشاهدينا كثير منا يتابع مدى زيادة أعداد الإصابات بكوفيد 19، بل ويحاول أنه يعدد أسباب هذه الزيادات دون أن يدرك أنه هو شخصيا قد يكون واحد من الأسباب اللي تؤدي إلى هذه الزيادات الكبيرة يا منيا. بالتأكيد، ومو بس التعاون لكن يمتد أيضا إلى التشكيك. في ناس قاعدة تشكك في جدوى اللقاح أو في خطورته على الصحة دون أي أسانيد علمية. علشان كذي نشوف أنه ضروري جدا أن نتكلم عن هذا الموضوع مع ضيفنا الدكتور ناصر بهبهاني، استشاري أمراض الصدر والجهاز التنفسي. صباح الخير دكتور. صباح النور. أحب أصبح عليكم أخ هاشم أخت منية وأيضا على الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات. شرف لي أن أكون ضيف في برنامجكم المميز هذا. نتشرف بوجودك. نتكلم أول شيء عن التهاون، التهاون بالإجراءات الاحترازية أو الناس اللي مو عارفة خطورة الفيروس أصبح سمة حالية يعني، فشنو أهم الأسباب اللي أدت إلى بروز هذه الفئة؟ أولا مسألة خلينا نقول التهاون يمكن كلمة غير محببة، وكلمة إحنا دائما في أوضاع مثل هذه التهاون مو شيء الإنسان لازم يسويه. في فرق ما بين خلينا نقول التهاون ومحاولة اني انا اتعايش مع المرض، ما اسميها التهاون وانما التاقلم مع الاوضاع، التعايش معها شيء نوعا ما ايجابي. امانه احنا نعيش في ظرف استثنائي، ظرف غير طبيعي، المدارس معطله، زيارات، الحظر، كل هذه تسبب قيود على الانسان. فاذا انا احس بيني وبين نفسي وبيني وبين عائلتي اقول لهم ان شاء الله ماكو كل خير، ان شاء الله الجائحه هذه تروح، ان شاء الله ترجع حياتنا، وهذا راح يصير. نعم. الاشياء هذه باذن الله كل ازمه وكل مشكله راح يكون لها نهايه، والتاريخ يقول ان الوباء هذا راح ينتهي. فهذا الجانب الايجابي في الموضوع اذا قلنا خلينا نقول التعايش وليس التهاون. اما اذا انا اقول ان وبعدين كلمه دائما نقولها الله سبحانه وتعالى هو الحافظ، هذا شيء مسلم ما عندنا مشكله. صحيح. ولكن الله سبحانه وتعالى قال اخذوا بالاسباب. صحيح. احنا نعرف في وضع يكون شيء معدي منتشر، اذا انا ابي اتخالط يمين وشمال ولا اضع اي اعتبار للشروط الصحيه والاشتراطات الصحيه راح يصيبني المرض وقد انقله، اذا مو اليوم باكر ولا عقب باكر. اذا انا ما اطعم، والتطعيم الان سلاح فعال وحاليا هو السلاح الوحيد اللي ممكن انا راح اكون احمل مخاطره كبيره اني انا احصل على المرض. فليش اسوي الشيء هذا؟ احاول اهون الموضوع تمام، لكن اخذ الاشتراطات، اخذ الاسباب اللي تحميني وتحمي عائلتي وتحمي مجتمعي. ممتاز دكتور. يمكن كانت لك مشاركات على منصات التواصل الاجتماعي وكانت لك مشاهدات في العديد من الأماكن وفي مقدمتها مستشفى جابر، شلون تصف لنا خطورة الأوضاع وكان لك رأي واضح وصريح بالموضوع؟ طبعا أنا أمانة أنا ما أشتغل في مستشفى جابر. صح. كانت لك زيارة. نعم، كان لك زيارة كزائر لمريضة يعني عزيزة علي، فعشان نحاول يعني نصف الوضع حق الناس اللي ما كان عندهم التجربة هذه. طبعا الآن اللي يكونون في العناية المركزة في مستشفى جابر، ويمكن الناس اللي زاروا أحباء لهم يعرفون، أنت تروح تقول أنا مريضي بالسرير الفلاني، يعطونك كرت ويودونك في ممر. الممر هذا عبارة عن ممر وفي درايش أو شبابيك يطل على كل مريض بقرفته. التواصل ما بين أهل المرضى وما بين المرضى، هي طبعا وغالبية المرضى هؤلاء على جهاز تنفس صناعي، فما في تواصل، ولكن تشوف الأهل اللي ماسك لك يعني قرآن يكتب، اللي رافع ايده للدعاء. فأمانة الشيء هذا اللي حاولت اني اوصله حق الناس، انه اذا انت ما عشت التجربة هذه، او اني انا مريض وعارف اجواء المستشفى ولكن تأثرت بالمنظر هذا، اذا انت ما عشت ولا عرفت ناس مشوا بالتجربة هذه، التجربة هذه صعبة. صعبة على أهل المرضى، صعبة على المرضى. طبعا احنا عارفين ان المرض وايضا الموت حق، اكيد وما في خلاف عليه، ولكن لما تشوف بهذا الحجم وهذا عدد من الناس ويأثر على شرائح مختلفة مع الناس، الانسان يهتز. فانت يا شخص اللي قاعد في مكانك او قاعد بالديوانية ويقول
لا والله ماكو شيء وترى هذا مثل انفلونزا عادية، وهذا كلمة أنا وايد أضايق لما يقول مثل انفلونزا عادية، الأرقام غير، أنت شو تتكلم؟ صح صح. يعني كعدد أسرة الآن في العلاج المركزي 250 مريض اليوم كلهم بسبب مرض واحد، فهذا اللي حبيت أني أنقله حق الناس، أنه يا جماعة اللي يشوف غير عن اللي يكون برا الميدان، وأيضا دكاترة العناية المركزة يعيشون هذا بشكل يومي. صح. هذا حبيت أنقله للناس أنه لا تهاونون، هذا شيء يعني والأرقام كلها نعم تتكلم. وهو مرض حقيقي وموجود فعلا طبعا. ومثل ما ذكر دكتور أن الكويت سجلت للأسف أعلى نسبة إصابة في دخول العناية المركزة 250 حالة، فنبي نتكلم عن من خلال هذا القرب شنو أكثر الحالات خطورة اللي لمستها؟ هو أمانة إحنا لما نتكلم عن يعني خلينا نقول الناس دائما أنا أول الشخص يوصل يصير عنده إصابة من واقع معرفتهم فيه يتصلون عليه شو نسوي وش ما نسوي. نعم. الأرقام تقول إن إذا 100 شخص أصيب تقريبا 15% إلى 20% تكون إصابتهم شديدة نوعا ما، شديدة نقصد فيها إنه يحتاجون دخول المستشفى، يحتاجون قد نسبة يحتاجون أكسجين. 5% تكون أشد، نعم يعني أشد يتعبون زيادة، وللأسف 1% يكون في حالة وفيات. ففي نسبة 85% حالتهم تكون خفيفة وهذا نفرح لهم الحمد لله، يعني الحمد لله بالعكس، ولكن الأشخاص خلينا نقول اللي ممكن يكونون صحيح كبار السن لهم عرضة أكثر، أصحاب الأمراض المزمنة يكونون عرضة، ولكن يا جماعة ما في ضمان. يعني أنا جاتني مريضة قبل فترة قلت لها طعمتي، تقول أنا ما أحتاجه، ما أحتاج أن هي نحتاج نغير هالثقافة دكتور. طبعا يقول ما أحتاج أن هي ما عندها أمراض مزمنة، طبعا هذه ثقافة خاطئة، أنت ليش تأخذ المخاطرة، ليش تأخذ هالرسك القوي هذا؟ صحيح. لأنك أنا دائما أقول إحنا ما نقدر نخمن، صح في مؤشرات بس ما نقدر نخمن منو الشخص اللي يكون صدق. وفي حالات كثيرة ما عنده مشاكل صحية نوعا ما، ليس كبير في العمر، وتكون إصابته جديدة ويدخل عناية مركزة، وقد أنه يكون في مشكلتك يعني كبيرة. فنوعية الإصابات نعم نقول أصحاب المخاطرة أكثر، ولكن كلنا للأسف كلنا معرضين للإصابة. صحيح. إصابة شديدة. إذن دكتور وزارة الصحة يعني ما أدخرت جهد في دعم المنظومة بكل السبل، وفي مقدمتها اللقاحات، شلون تشوف تأثير هذا الدعم على يعني المسارعة في إنهاء هذا الوباء إن شاء الله؟ أول من خلال يعني برنامجكم أوجه تحية أمانة لكافة زملاء الأطباء، الممرضين، المنظومة الصحية بشكل عام، المسؤولين عن وزارة الصحة، لأن صار لهم أكثر من عام في وضع يعني يجمعون الليل بالنهار، خصوصا زملائنا في العناية المركزة، دكاترة العناية المركزة في أقسام الطوارئ، فضغط تحت ضغط كبير. فيا جماعه الدكاتره ترى يعني امانه الضغط النفسي عليهم كبير، لان قاعد يشوفون معاناه المرضى بشكل يومي وما في راحه. صح. فبالنسبه حق اجراءات وزاره الصحه، طبعا عشان تكون فكره، كعدد اسره عنايه مركزه بالكويت قبل الجائحه كانت بالمستشفيات العامه ككل يمكن تقريبا 250 الى 300 سرير. زيادة الاستيعاب أو قدرة الاستيعاب كبيرة من ناحية، وأيضا يعني أمانة يعني من نعم الله سبحانه وتعالى أنه كان مستشفى جابر غير مستخدم بشكل كبير، فهذا فادنا بحيث أن العنايات المركزة اللي في جابر ازدادت بشكل ملحوظ. الشيء الثاني توفير مستشفيات ميدانية. صحيح. وتوفير مستشفيات ميدانية مو شيء سهل. أنك توفر مستشفى ميداني ممكن تدخل ناس في تعابه، فهذا أيضا شيء مهم. الأطباء يشتغلون بدون إجازات. المسألة الثانية من الحمد لله توفير اللقاح. نعم. يعني أكو هذه نعمة. نعم أكو وبعدين مو أي لقاح، أيضا اللقاحات المضمونة، اللقاحات الآمنة المجربة المعتمدة. فهذا الشيء إحنا كأشخاص يجب أن نشكر نعم الله علينا أن نحن موجودين في دولة تقدر أن تقدم شيء، والمسؤولين بادروا للشيء هذا. نعم.
فالآن المسألة الآن التحدي كان من قبل أن شلون نكتشف اللقاح. لله الحمد بالتحدي هذا اللقاح موجود. الآن التحدي اللي نواجهه كناس وكمنظومة شلون نقدر نوفره بأسرع وقت وأن الناس تتقبله والناس كلها تأخذه. فعلى الشيء التحدي المهم. نعم دكتور ناصر، على الرغم من كل هذه الجهود وعلى الرغم من كل المأمونية اللي تضمنها وزارة الصحة لهذا اللقاح، إلا أن في حملات كبيرة للتشكيك، وفي أيضا أناس كثيرين ما زال عندهم محور الشك حول مأمونية هذه اللقاحات. بالنسبة حق المأمونية أنا أحب أذكر شيء مهم. نعم. لما نقول حنا اللقاح يمر في ثلاث مراحل، بس أحاول أشرح حق المشاهدين شو نقصد بثلاث مراحل. طبعا اول شيء هذا قبل الثلاث مراحل السريريه يتم تجربته انه على في المختبر، يعني احط انا الخلايا الفيروس واشوف انه شنو تفاعل اللقاح هذا، هل هو يمثل الشيء اللي انا بي في هناك يسمونه انيمال مودلز، يعني تجارب تجري على حيوانات مخبريه، طبعا ان هل في مضادات اجسام تصدر بعد ما شفت انه. وبعدين اللقاح هذا اللي اختار فيه يمكن جربوا 200 مركبة وأكثر واختاروا شيء اللي يعتقدونه. الشيء الثاني مرحلة الأولى أنا أجربه على تقريبا 50 إلى 100 شخص، أبي أعرف شنو الجرعة المناسبة، وأبي أعرف إذا كان في هناك أي تغيير في العلامات الحيوية. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية أجربه على 500 شخص تقريبا، 400 إلى 500، أبي أشوف أيضا إذا كان في أي أعراض جانبية. فهذه المرحلة فعالية اللقاح متى تصير؟ في المرحلة الثالثة اللي أكون أجرب على أعداد كبيرة من الناس، ومثلا 40,000. فهذه الأشياء هذه كلها مرت. الآن حنا اللقاح تم التصريح من شهر ديسمبر، عندنا 3 أشهر من استخدام. تتوقعون كم عدد الجرعات أو اللقاح على مستوى العالم؟ كم الرقم؟ أنا شفته عشان كذا أعرف، شفته اليوم الصبح، كم أعطوني رقم؟ هو رقم كبير، يعني عدد اللقاحات رقم كبير، بس الإقبال يختلف من دولة إلى دولة. تدري أن على مستوى العالم 500 مليون جرعة ما شاء الله تم إعطائها لمختلف دول العالم، فيعني أنت عندك تراكم معلومات. إذا كان شخص متردد نوعا ما عنده أول ما طلع اللقاح، الآن لا يوجد أي داعي للتردد. يعني الأطباء هم بروحهم، أهلهم كلهم وضعوا التطعيم. صحيح دكتور، يمكن بالسياق نفسه نشوف أن بعض الناس يحدد موقع تلقي الجرعة أو اللقاح وبعدين يتهاون، إنزين موعد تلقي اللقاح ولكن يتهاون، يقول بحجة أنه والله أحط لي موعد ثاني، أنا إلى الآن مو مرتاح من اللقاح. وهذا نبي نوضح خطورة هذا الموضوع للمشاهدين، أن الإنسان لمن يقدم لازم يقدم. نبي نوضح خطورة هذا الموضوع للمشاهدين. طبعا في نقطة مهمة، إذا الشخص يعني حصلت له مشكلة صحية تمنعه فاهمينه. وطبعا المشاكل الصحية اللي أقصد فيها أكثر شيء هي ارتفاع درجة الحرارة أو صحيح. أعراض حقيقية، مو أعراض الإنسان يتهيأ له أنه والله كان نفيد كذي. إذا الشخص كان عنده موعد ومو لسبب كافي ألغى، لأن التطعيم شنو عبارة عن مثل أمبولة تنفتح تحتاج حق مثلا 5 أشخاص 10 أشخاص، وتدرون أن تخزين اللقاحات لها شروط معينة. أنت إذا 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 خلينا نقول ذاك اليوم 5 أو 10% مايو، أنت بذرت اللقاح هذا وأخذت حق غيرك تكلفة، زائد حرمت ناس ثانيين ممكن. فيا جماعة أنت لما توكل على الله. في نقطة مهمة، كوني أنا دكتور صدر، بعض المرضى يقول أنا عندي ربو ما بيعطي لقاح. الشخص اللي عنده ربو وعنده حساسية بشكل عام هو الأولى أنه يأخذ اللقاح. الشخص اللي عنده ضغط، الشخص اللي عنده تليف بالرئتين، هؤلاء كلهم أولى أنه يأخذون اللقاح، وهو آمن لهم. طبعا آمن لهم، هم طبعا آمن لهم، لأن فقط الناس اللي عندهم حساسية مفرطة، والحساسية المفرطة هذه مقصود فيها مو حساسية بنسلين. صحيح، حساسية بنسلين اللقاح ما فيه بنسلين، حساسية مفرطة مخروط اللي يصير فيه ياخذ شيء، يصير عنده انتفاخ في منطقة الوجه، قد يغمى عليه بسبب ما يسمى بالصدمة أو الأنافلاكسس، وهذه نسبة قليلة جدا. الناس اللي عندهم حساسية بالأنف، حساسية من بعض الأدوية البسيطة، ربو
ما عندهم أي مشكلة مع اللقاح. ممتاز ممتاز. احنا شاكرين لك وجودك ويانا اليوم دكتور ناصر بهبهاني، استشاري امراض الصدر والجهاز التنفسي، ومعلومه جدا جميله نقلتها، 500 مليون شخص تلقوا اللقاح، يعني تقريبا نتكلم عن نصف مليار من سكان الكره الارضيه، فهو امن يا هاشم؟ اكيد آمن، هو تمام. امن وفعال، وكل يعني الجهات خلونا نقول الرسميه الطبيه والجيش الابيض قاعد يحثوننا على ان احنا نروح ونلقح انفسنا وناخذ هذا اللقاح عشان نوصل الى مرحله المناعه المجتمعيه وترد الحياة طبيعية يا منية. إن شاء الله ترد الحياة طبيعية. رسالة مهمة، الأزمة هذه راح تنتهي، أخذوا بالأسباب، وأهم هذه الأسباب هو التطعيم واللقاح إن شاء الله بإذن الله. ومثل ما نصحكم الدكتور قال لكم، أخذوا بالأسباب وستنجلي هذه الأزمة. نراكم في الغد إن شاء الله في برنامج صباح الخير يا كويت، تابعونا، مع السلامة.